السلام عليكم، أحب أرحب بجميع الأصدقاء المتابعين على قناة أكواد. اليوم عندي أداة الـ TFT Virgin 6.1.1. بالبداية إذا بنصب أداة الـ TFT مثل ما نشوف إحنا، أنا عندي هنا الـ TFT هذا السيرفر، أبحث عنه، أصور بالـ CTFT. هاي أداة الـ TFT، لا شغلها. بيها مشكلة، راح تظل الأداة بهاي الصورة من تنطيس، تشيك الـ VPN يرجع وما تفتح الأداة. تشيك الـ VPN يفتح هذا الموقع، على أساس يفتح VPN، لكن الأداة ماكو، ما تشتغل. فانت شو تسوي؟ تتوجه تحذفها، راح تظل الأداة بهاي الصورة. ديزيبل، توجه للستارت انونس تل، اتوجه لل Add and Remove Program. من ال TFT ابحث عنها، أداة ال TFT هاي فيرجن الثالث، احذفها. يس، حاليا مسحت الأداة. اكتب هنا أنا أفضل TFT، مقا هاي باي باس ما لي علاقة بيها. هاي إصدار ثاني. فهسه أجي أحمل الأداة. طبعا الأداة هذا الرابط مالتها راح أتركه لكم بصندوق الوصف. أنا رافعها على الميجا. تبدي بالتنزيل، داونلود، تنزيل اعتيادي، تنتظر الأداة تنزل عندك. بعد ما نزلت الأداة توجه للمسار اللي نزلت به الأداة. بعد ما توجهت للمسار اللي نزلت به الأداة استخرج الأداة، أو قبل ما استخرجها أتوجه أوقف جدار الحماية. أجي للسيتنج، بعدها الأبديت أند سكيورتي، Security Windows، Open Windows Security. أجي على Virus and Threat Protection، بعدها على Manage Setting، هذا الخيار الأول أوقفه. بعد ما وقفته حاليا أستخرج الأداة. Click Cayman Extract، Extract Here. الباسورد TFT، TFT كابس. هاي الصورة ما احتاج شيء. دبل كليك، ابدي نصب الأداة. يس، اكسبت، نيكست. هنا الباسورد كذلك TFT caps. next، create a desktop shortcut، install. طبعا الأداة بيها تحديثات وضافوا لها مجموعة من الأجهزة. إذا كنت تشاهد القناة أول مرة أدعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. دائما أنا ما أنشر فيديوهات حول الـ FRB والأدوات المجانية. فينش. هسه اجي افتح الأداة، دبل كليك، يس، مثل ما نشوف الأداة بدت بالعمل.
لوجن. أغلق هاي الصفحة. هاي الأداة اشتغلت أمامي. مثل ما نشوف بيها العديد من الإضافات مثل أجهزة شاومي بوضع الفاست بوت، أجهزة الميتا بيها هاي الإضافات، مجموعة من الإضافات اللي تخص الميتا، ريسيت الكلاود مع شاومي، حذف الحساب مع شاومي، والاف ار بي ريسيت، وعندك الريسيت ريسيت كلاود كذلك شاومي بالنسبة لشاومي كلاود، حذف حساب شاومي. وهاي مجموعة من الإضافات مثل ما نشوفها بالنسبة لأجهزة كوالكوم والسامسونج، هاي الأجهزة الحديثة اللي ضايفينها الـ A20S والـ A20F، كذلك الـ A52 الـ 5G والـ A52 والـ A5026U، كذلك A71 5G والـ A716V والنوت 10، كذلك نوت 20، الـ21، S21، S21 الألترا والبلاس عندي، وأجهزة أوبو ضايفين مجموعة من أجهزة أوبو، كذلك الميزو مجموعة من أجهزة الميزو. بالنسبة للأس بي دي كذلك بها إضافات، والنوكيا بالنسبة من 2022 لل23 ضايفين وضع الـ ADB مجموعة من الأجهزة. سذاجي لأجهزة شاومي، هذا وضع الفاست بوت، مضيوفة مجموعة من الخيارات عندي مثل ما ذاكر هناني. وهاي بالنسبة للكلاود، ريسيت الكلاود اللي ضايفينها أكثر من وضع، والفاست بوت هاي الخيارات الضايفيها جديدة بالنسبة لأجهزة شاومي، والريكفري كذلك. بالنسبة لأجهزة سامسونج طبعا العديد من الأجهزة الجديدة المضيوفة يدعم هاي الأجهزة كلها، بالإضافة لوضع البي روم والاي دي ال. طبعا هاي أداة التي اف تي بصورة سريعة، الأغلبية مشتغلين عليها وعرفون شنو هي أداة التي اف تي. أتمنى تجربوها وتكتبون يا أجهزة قدرتوا تتخطونها عن طريق أداة التي اف تي الأصدار السادس 6.1.1. أتمنى لكم يوم سعيد، تحياتي.